كلما كان الاهتمام بالقرآن الكريم أكثر، كلما كان الفرد أقرب إلى شفاعة القرآن الكريم. الاهتمام بالقرآن الكريم له مظاهر وله درجات وله أشكال. شكل من هذه الأشكال قراءة القرآن الكريم، هذا في القديم كان متعارف أن أصحاب المحلات التجار غيرهم عندما كانوا يفتحون محلهم أول الصباح كانوا يبدأون عملهم بقراءة القرآن الكريم. هذا الشيء متعارف كان. قراءة القرآن كانت متداولة، هنالك بعض الأفراد وبعضهم نعرفهم في كل يوم كانوا يقرؤون جزءا كاملا من القرآن الكريم. هل يمكن أن تكون شفاعة القرآن لمثل هذا الرجل الذي أسهر ليله بالقرآن وأظمأ هواجره بالقرآن وبقراءة القرآن؟ يمكن أن تكون شفاعة القرآن له مثل ذلك الرجل الذي لا يقرأ القرآن إلا في شهر رمضان؟ هنالك بعض الأفراد لعلهم لا يقرؤون القرآن إلا في شهر رمضان. أكو هنالك نوع من الابتعاد عن القرآن الكريم. هذا مظهر من مظاهر الاهتمام بالقرآن، وفي الروايات إن هذا من عوامل شفاعة القرآن. القرآن يجي يقول إن هذا أسهر في قراءتي ليله وأظمأ في قراءتي هاجرته فيشفع له القرآن.